properties of modulus and conjugate of complex numbers. خصائص المودولس اللي رمزه يكون بشكل خطين متوازية، والكونجوجيت اللي يكون رمزه بشكل داش للكومبلكس نمبر اللي نفرضه زد. الخاصية الأولى في حالة إيجاد المودولس للكومبلكس نمبر زد، إذا كان عندي هذا الكومبلكس نمبر إشارته ماينس، يعني هنا ألاحظ ماينس قبل الزد، والمطلوب إيجاد المودولس له، فأقدر أجد الكونجوجيت أولا اللي هو زد داش يمثل كونجوجيت، فممكن بالبداية أجد الكونجوجيت بالبداية وبعدين أجد المودولس. هاي من ضمن خصائص المودولس. الخاصية الثانية في حالة أجد المودولس تربيع للكومبلكس نمبر زد، هذا التربيع الخارجي أقدر أدخله داخل الكومبلكس نمبر مثل ما نلاحظ بهذا الشكل، وأيضا ممكن أن أعوض عن الزد تربيع بزد في زد داش. طبعا هنا الزد تربيع نجد الزد تربيع وبعد إيجاد الزد تربيع لازم أجد المودولس، يعني بعد ما أضرب زد في زد أجد المودولس إله، فهذا أيضا يساوي لي في حالة أضرب الزد نفسها في الكونجوجيت للزد. البروف إله راح يكون أعوض عن الزد بأكس زائد جي واي، لأنه الزد هي ثابتة تساوي أكس زائد جي واي، والزد كونجوجيت أو زد داش يساوي x ناقص جي واي، لأنه مثل ما نعرف الكونجوجيت هو عكس إشارة الحد التخيلي. أعوض عن الزد بx زائد جي واي وعن الزد داش بx ناقص جي واي، أفتح الأقواس أضرب x في x صير x تربيع، x في ماينس جي واي صير ماينس جي واي x، نفس الحالة أضرب الجي واي في x والجي واي في الماينس جي واي، فعوض عن الجي تربيع ماينس واحد، فراح أحصل على x تربيع بلس y تربيع. هاي هي خاصية للمودولس، يعني نلخصها في حالة عندي دي يطلب المودولس تربيع للزد، ممكن أن أدخل التربيع داخل الزد، يعني صار عندي زد تربيع وأجد المودولس إله، يعني أضرب زد في زد وأجد المودولس إله، وممكن أيضا أن أضرب الزد في الكونجوجيت كلها تعطيني نفس الناتج. خاصية الثالثة في حالة عندي two complex number مضروبة، يعني زد 1 في زد 2، ممكن أجد المودولس إلهم، طبعا المودولس الناتج الضرب زد 1 في زد 2 أجد المودولس للناتج، نفس الحالة في حالة أقدر أجد المودولس للكومبلكس نمبر الأول والناتج مالته أضربه في المودولس للكومبلكس نمبر الثاني اللي هو زد 2. في حالة عندي 2 كومبلكس نمبر اللي هو زد 1 وزد 2، لكن هنا عندنا حالة القسم، ممكن أن أقسم الزد 1 على زد 2 وأجد المودولس للناتج التقسيم النهائي، وممكن أيضا أن أجد المودولس للكومبلكس نمبر الأول اللي هو زد 1، وكذلك أجد المودولس للكومبلكس نمبر الثاني اللي هو زد 2، وبالنهاية أقسم ناتج المودولس الأول على المودولس الثاني. البروبرتي الخامسة وهي في حالة عندي two complex number z1 في z2 مضروبة، لكن المطلوب أن أجد المودولس تربيع. هنا المودولس تربيع ممكن أن يتجزأ إلى تربيع المودولس للكومبلكس نمبر الأول وتربيع المودولس للكومبلكس نمبر الثاني، أو ممكن أن أجد المودولس فقط للكومبلكس نمبر الأول والمودولس للكومبلكس نمبر الثاني وأضربهم وبالنهاية أربع الناتج النهائي. هاي من ضمن البروبرتيز للمودولس.
في حالة عندنا الكونجوجيت اللي هو إشارة إلى تكون بشكل داش. إذا عندنا two complex number مجموعة يعني z1 زائد z2، ممكن أن أقسم الكونجوجيت، يعني أجد الكونجوجيت للcomplex number الأول وأجمعه مع الكونجوجيت للcomplex number الثاني، أو أجمع الcomplex number الأول مع الثاني وبالنهاية أجد الكونجوجيت للناتج الجمع النهائي z1 مع z2. بروبرتي رقم 7 هنا، في حالة عندي ضرب z1 في z2 والمطلوب إيجاد الكونجوجيت، أقدر أجزئ الكونجوجيت على z1 والz2. بهالحالة أجد الكونجوجيت للz1 والكونجوجيت للz2، ثم أضرب ناتج الكونجوجيت الأول مع الثاني وناخذ عليه مثال. آخر بروبرتي وهي في حالة عندنا الz بيها 2 كونجوجيت، إذا كانت الz بيها 2 كونجوجيت فالكونجوجيت الأول يلغي الثاني وبالتالي أحصل على الكومبلكس نمبر الأصلي. إذا نأخذ مثال عليه، في حالة الz تساوي 2 زائد 1 j مثلا، والمطلوب أن أجد الكونجوجيت يعني دبل كونجوجيت، هنا مو كونجوجيت واحد، فحتى أحصل الكونجوجيت الأول مجرد أعكس إشارة الحد التخيلي، بدل البلس تصير ماينس وتنزل القيم مثل ما هي. حتى أجد الكونجوجيت إله أيضا راح تصير 2 أيضا تنزل مثل ما هي، لكن الماينس تصير بلس 1 جي. ألاحظ رجع الزد الأصلي مثل ما كان لأنه عندي 2 من الكونجوجيت. نأخذ المثال التالي، في حالة الزد 1 تساوي 2 بلس جي والزد 2 تساوي 8 minus 2j. Find conjugate z1 في z2 and conjugate لز1 في الconjugate لز2. فهنا حتى نبرهن بأنه خاصية رقم 7 صحيحة، بالبداية نجد حاصل ضرب z1 في z2. z1 هي 2 زائد j وz2 8 ناقص 2j، نضربهم. حتى أضربهم لازم أفتح الأقواس، أضرب 2 في 8 و 2 في 2 جي والجي في 8 والجي أيضا في 2 جي. بعد هذا الجي أخليه بجانب واللي بدون جي أيضا أخليه بجانب، ما أنسى أعوض عن الجي تربيع بماينس 1، أحصل على هذا الناتج اللي هو 18 ناقص 4 جي. لاحظ هنا نضرب الزد 1 في الـ Z2 والناتج الضرب أجد للكونجوجيت. نأخذ الحالة الثانية، في حالة أجد الـ Z1 كونجوجيت إلى واحد وبعدين أجد الكونجوجيت للـ Z2 والناتج النهائي أضربه، فهنا نلاحظ نفس الناتج اللي هو 18 ناقص 4 جي يساوي 18 ناقص 4 جي، وبالتالي تحققت عندي البروبرتي رقم 7 اللي هي نفس الشيء في حالة أضرب الـ 2 complex number وأجد الكونجوجيت، نفس الحالة لو وجدت الكونجوجيت للكومبلكس نمبر الأول وأضربه في الكونجوجيت للكومبلكس نمبر الثاني. Operation on complex numbers، العمليات اللي أجريها على الأعداد المركبة. العملية الأولى هي الجمع والطرح، حتى أجمع أو أطرح 2 complex number مثلا عندنا Z1 يساوي A زائد JB، Z2 يساوي C زائد JD. أجمع الريال بارت مع الريال بارت والإيماجينري بارت مع الإيماجينري بارت. نفس الحالة أطرح الريال بارت اللي هو A من الريال بارت اللي هو C، والإيماجينري بارت اللي هو ال B من الإيماجينري بارت الكومبلكس نمبر الثاني اللي هو D. فقانون الجمع ثابت عندنا، هو جمع ريال مع ريال والإيماجينري مع الإيماجينري، وقانون الطرح أيضا نفس الحالة، نطرح الريال من الريال والإيماجينري من الإيماجينري والجي ينزل ثابت بدون تغيير. نأخذ المثال التالي، في حالة عندنا Z1 هو 2 plus J4 والZ2 هو 3 minus J. حتى أجمع الZ1 مع الZ2 أجمع الاثنين مع الثلاثة وأجمع الأربعة
مع الواحد لأن ماينس جي هي ماينس واحد جي، أخذ الإشارة أيضا، أحصل على ناتج اللي هو 5 + 3 جي. حتى أطرح 2 complex numbers z1 - z2 نفس الحال، أطرح real اللي هو 2 للcomplex number الأول، أطرح من real اللي هو 3 للcomplex number الثاني، أيضا أطرح الإيماجيناري للكومبلكس نمبر الأول من الإيماجيناري للكومبلكس نمبر الثاني وحصل على الناتج. العملية الثانية للكومبلكس نمبر هي الملتيبليكيشن، عملية الضرب. حتى أضرب 2 complex numbers نفرض عندنا كومبلكس نمبر الأول اللي هو Z1 يساوي A plus JB والZ2 يساوينا C زائد JD. حتى أضرب Z1 في Z2 أفتح الأقواس، يعني أضرب الـ A في الـ C، بعد هذا أضرب الـ A في الـ JD، نفس الحالة تتكرر، الـ JB أضربها في الـ C والـ JB أضربها في الـ JD، وما أنسى عوض عن J تربيع يساوي ماينس واحد، فهنا عندنا مجرد عملية فك أقواس. العملية الأخيرة اللي أجريها على الـ complex number هي الـ division. حتى أقسم 2 complex numbers نفرض Z1 عندنا والZ2 عندنا، أقسم Z1 على Z2 لازم أضرب في المرافق، والمرافق أخذناه هو عكس إشارة الحد أو الجزء التخيلي للمقام، البص أتركه أجي على المقام. فمثلا إذا كان عندنا البص هو Z1 A زائد JB والمقام هو C زائد JD، حتى أضرب بالكونجوغيت اللي هو متمثل بالC ناقص JD، أضرب الC ناقص JD كل من البسط والمقام وحصل على هذا القانون اللي هو قانون القسمة للتو كومبلكس نمبر. نأخذ المثال التالي توضح عندنا بشكل أكثر. Z1 إذا كان عندنا يساوي 1 - J3 والZ2 يساوينا -2 + J5 والZ3 يساوينا -3 - J4. فهنا حتى أجري العمليات المطلوبة اللي هي بالبداية دا يطلب من عندي Z1 في Z2، إذا أضرب Z1 في Z2 أنزل Z1 اللي هو 1 - J3 ونزل Z2 نفس الحالة -2 + J5، أضربهم. عملية الضرب جدا سهلة، مجرد فك الأقواس، يعني أضرب هذا الجزء بالأول وبالثاني، نفس الحال أضرب الجزء الإيماجيناري بالأول وبالثاني وحصل على هذه النتيجة. حتى أقسم 2 complex numbers نعم مطلوب أقسم Z1 على Z3، Z1 أنزلها هي 1 - 3J والZ3 عندنا هي -3 + J4. عملية القسمة تتطلب بأن أضرب في الكونجوغيت كل من البسط والمقام، والكونجوغيت عرفنا بأنه هو نفس الجزء الحقيقي لكن الجزء التخيلي أعكس الإشارة، فهنا عندنا الكونجوغيت ألاحظ نفس الإشارة للريال بارت لكن عكس الإشارة للإيماجيناري بارت، وحصل على النتيجة النهائية اللي هي 9 + 13J = 25. نانا عملية فك الأقواس موضحة بشكل مفصل اللي حصلت عليها 9 + 16 من خلال أخذ المقام اللي هو -3 - J4 وأضربها -3 + J4، أوزع -3 على الجزئين، نفس الحالة أوزع -4 وبالتالي حصل على 9 + 16 واللي تساوي لنا 25 اللي هي نفسها موجودة بالمقام. C and D هاي homework، بس كتبت الحل الصحيح إلها، مطالبين بحله.